تلويح من رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بإجراء الانتخابات استناداً على الإعلان الدستوري لإنهاء الجدل السياسي الحالي على حد وصفه، خاصة بعد جلسة البرلمان الماضية التي أعلن فيها عقيلة عدم اتفاقه مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري على أي شيء، ليأتي بعد ذلك ويصر على المضي في تفرده ورفع سقف المطالب للوصول للتوافق. فما العوائق التي يرى مجلس النواب ممثلا في رئيسه أنها تعرقل العملية الانتخابية؟ وما الحلول المطروحة من البرلمان بحسب عقيلة صالح من أجل التوافق مع الأعلى للدولة؟ وهل نحن أمام انسداد سياسي يزداد تفاقما؟ أم أن البلاد موعودة بتوافق قريب؟ للإجابة على هذه الأسئلة وغيرها نرحب بضيوفنا. معي عبر الأقمار الإصطناعية بنغازي رئيس مجموعة العمل الوطني خالد ترجمان، وعبر سكايب من جنوة الناشط السياسي محمد فؤاد، ومن لندن الكاتب الصحفي عبد الله الكبير. أبدأ معك بداية سيد ترجمان، يعني تصريح رئيس مجلس النواب بعدم التزام مجلس الدولة باتفاق بوزنيغا بشأن المناصب السيادية وتوحيد السلطة التنفيذية، هل لذلك تأثير مباشر هنا على عملية إقرار قاعدة دستورية؟ أهلا بك سيد عرم، وكذلك بضيوفك الكرام ومشاهديك الأكارم. على كل حال، ليست المرة الأولى التي يتضح فيها مدى هذه الهوة في الخلاف ما بين مجلس النواب والمجلس الاستشاري، باعتبار أن هذه ظهرت في أكثر من مناسبة وفي أكثر من ملتقى وفي أكثر من لقاء. فمثلا لقاء القاهرة، صرح بعده السيد خالد المشري رئيس المجلس الاستشاري بأن تم الاتفاق على نقاش أو على أن يرى كل من المجلسين رأيه في الوثيقة الدستورية لعرضها للاستفتاء، في حين صرح سيد المستشار عقيلة صالح رئيس المجلس النواب بأن ما تم الاتفاق عليه هو مخرجات اللجنتين اللتان اتفقتا في القاهرة على التنقيحات لإبداء الرأي فيها، والحديث هنا على وثيقة دستورية وعلى قاعدة دستورية. ويبدو أن هذا الخلاف هو الذي قاد إلى أن يتم التصريح بأن الأنسب هو الذهاب للإعلان الدستوري الذي أجرت أو في ظله تم إجراء الكثير من الانتخابات والكثير من العوامل، ولا زال الإعلان الدستوري هو المسيطر على المشهد الدستوري والمشهد التشريعي في ليبيا. نعم. فنعتقد أن هذا الخلاف ليس من السهل ردم هذه الهوة ما بين المجلسين، وليس من السهل يعني الطموح في أن هذان المجلسان يمكن أن يذهب بنا لحلول حقيقية لانتخابات لعبور هذا الجسر المهتري من يعني من المراحل الانتقالية إلى الاستقرار، إلى البدء الحقيقي في بناء الدولة الليبية. فأعتقد أن هذه الهوة تزداد باستمرار كلما حاول هما الطرفين كلما حاولوا العمل على إيجاد آلية مشتركة ما بينهما، كلما اتضح بأن الخلافات وضحت الفكرة في هذه النقطة تنتهي إلى التوافقات. تفضل سيد عرب. طيب سيد فؤاد، 7 ملفات خاصة بالمناصب السيادية قال عقيلة صالح أنه تم إرسالها للمجلس الأعلى للدولة، لكنه يرد عليها منذ أكثر من عام، لم يرد عليها حتى هذه اللحظة. في أي سياق يمكن قراءة ذلك لفائدة الوصول للتوافق؟ شوف، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولضيوفك وللمشاهدين. شوف، نحن نتحدث الآن عن الوصول إلى انتخابات جديدة، انتخابات تغير هذه الأجسام الموجودة اللي هي شرعيتها
الكل يعلم أنها شرعية مهترئة، أجسام تعتبر حقيقة من غير شرعية. لذلك الوصول لهذه الانتخابات نحتاج إلى قانون انتخابي وتوافق المجلسين على هذا القانون الانتخابي. نحن لا نحتاج لا إلى قاعدة دستورية ولا إلى تغيير المناصب السيادية. المشكل كما يعلم الجميع أن عقيلة صالح في الحقيقة الهدف الأساسي بتاعها مش الوصول إلى الانتخابات، وهذا واضح. هو في الحقيقة مش عقيلة صالح بس، هم المجلسين مش هدفهم الوصول إلى الانتخابات، الهدف هو تغيير المناصب السيادية وحكومة جديدة، حكومة تنفيذية جديدة للسيطرة بها على مقادير الدولة. هذا ما يهدف إليه عقيلة صالح، وهذا ما يهدف عليه إلى حد ما حتى جزء كبير من مجلس الدولة. لذلك الحديث في الحقيقة عن تغيير المناصب السيادية في هذه الفترة يعني حديث أنا أعتبره عبثي لا طائل منه. إذا كنا إحنا نبغى نوصل الانتخابات المفروض أن يكون فيه مجلس تشريعي جديد ذو شرعية كاملة، فلماذا نحتاج إلى مناصب تغيير المناصب السيادية؟ ولماذا نحتاج إلى حكومة جديدة؟ في الحقيقة الشيء المضحك المبكي في نفس الوقت أن عقيلة صالح يتحدث عن احترام المواثيق والمعاهدات ويتحدث عن اتفاق بينه وبين مجلس الدولة. إذا كان عقيلة صالح في خطابه الأخير اللي استمعنا ليه اليومين اللي فاتوا خالف كل الاتفاقات السياسية، يعني ما زال يتحدث عن أن مجلس الدولة هو مجلس استشاري يتم مشاورته فقط، يتحدث عن إصداره للقوانين بسلطة مطلقة رغم أن الاتفاق السياسي واضح جدا في أنه لا يستطيع إصدار كثير من القوانين، قام ببعض الخطوات الأحادية الجانب مثل تغيير المحكمة العليا اللي هي المفترض أن يكون فيها هو شريكة مجلس الدولة، ورغم هذا كله يعني هو لا يحترم هذه القوانين ولا هذه المعاهدات ولا هذه الاتفاقيات. عقيلة صالح يسير في مسار خاص فيه هو، له أهداف معينة هو والمجموعة اللي معاه وماشيين في هذا الموضوع بدون شك. الشيء الآخر المهم جدا بالنسبة لعقيلة صالح كما قلت هو الحكومة، الوصول إلى حكومة جديدة. أما الانتخابات فأعتقد أن آخر شيء يفكر فيها عقيلة صالح وحتى شريكة خالد المشري هو الوصول إلى الانتخابات. وهذا ما هذا يعني منطق مقبول، لأنه مش من المعقول يعني بالنسبة لهم بعد حوالي 10 سنوات السلطة بيسيب بيديروا قانون انتخابي بيطلعوا من السلطة بيمشي كامس في المربوعة متاعه يعني باللغة العامية البسيطة. فلا أعتقد أن حد يصدق عقيلة صالح أو شركاء عقيلة صالح بأنهم يريدون الوصول إلى انتخابات. كل الحديث الثاني نسمعه فيه هو فقط لإلهاء الناس عن المشكلة الأساسية اللي احنا نعانوا فيه، وهو أن هذين المجلسين يعرقلان الوصول إلى أي عملية انتخابية تذهب تخرجهما من السلطة وتأتي بسلطة تشريعية جديدة. الكلام هذا كنا نقوله فيه السنة اللي فاتت في مثل هذا الوقت أو حتى قبل السنة اللي فاتت في 2021 عندما كنا نتحدث عن قوانين اللي ابتدعها عقيلة في المجلس متاعه وأصدرها على أساس أنها قوانين انتخابية، وقلنا إن هذا كل ما صدر عن عقيلة صالح الهدف الأساسي متاعه هو عدم الوصول إلى الانتخابات، وهذا ما حدث. والآن يحاول من جديد عقيلة أن يلعب نفس اللعبة، ولكن هذه المرة طيب. أنا أعتقد أن الظروف اختلفت، وربما في المداخلة القادمة أوضح لماذا الظروف اختلفت ولماذا هذه اللعبة أعتقد أنها وصلت إلى نهايتها في الأيام القادمة إن شاء الله. طيب سيد كبير، يعني عقيلة أكد مخاطبتهم للمجلس الرئاسي أن الحكومة الشرعية هي التي يعتمدها مجلس النواب، فإلى أي درجة يعد هذا من العوائق بالنظر إلى موقف الرئاسي وحكومة دبيبة؟ نعم، تحية طيبة لك أستاذ أزم وللضيفين وللسادة المشاهدين. الموضوع عقيلة الأساسي كما تفضل الدكتور محمد قبل قليل هو موضوع تشكيل حكومة جديدة وتقاسم المناصب السيادية مع خالد المشري أو مع لنقل مع المجلس الأعلى للدولة. ما اتفقا عليه في المغرب عندما اجتمعا في أكتوبر الماضي هو هذا الذي يسيران فيه، وخاصة عقيلة صالح لأنه لا يتعرض إلى أي ضغوطات ومجلس النواب شبه منتهي، بينما الأمر مختلف في المجلس الأعلى للدولة وهناك صوت معارض، وربما هذا الصوت المعارض هو الذي عطل موضوع
المناصب السيادية التي قال عقيلة صالح أننا أرسلنا الملفات منذ سنة، ولكن المجلس الأعلى للدولة لم يرد، لأن هناك صوت قوي في المجلس الأعلى للدولة لا يريد مناقشة هذا الموضوع الآن ويريد التركيز على موضوع الانتخابات. عقيلة صالح ليست هذه المرة الأولى التي يهاجم فيها المجلس الرئاسي أو حكومة الوحدة الوطنية، بل إنه قال للمنفي في اجتماعهم الأخير مع في القاهرة والذي كان حفتر حاضرا فيه، أنه اتهم المجلس الرئاسي بالانحياز إلى حكومة الدبيبة، وأن وكرر له هذا التفصيل بخصوص أن الحكومة الشرعية هي الحكومة التي يشكلها مجلس النواب. كل ما يشغل بال عقيلة صالح هو التمديد لمرحلة انتقالية جديدة، تشكيل حكومة جديدة، رغم أنه فشل. يعني المحاولة السابقة التي جاءت بفتح بشاغة فشلت ولم تحظى بأي اعتراف من الأمم المتحدة أو من المجتمع الدولي، فقط عمقت الانقسام. هو مصر على تكرار هذه التجربة مرة أخرى، لكن التطور اللافت هنا أن هناك تصريح آخر لنائب رئيس المجلس الأعلى للدولة ناجي مختار، قال أننا ربما نتوصل إلى قاعدة دستورية مع مجلس النواب قبل نهاية فبراير، أي خلال ما يقرب أكثر من شهر يتوصلان فيه إلى قاعدة دستورية وقوانين انتخابية. ربما يقايض عقيلة صالح والمجري، يقايضان البعثة الأممية بهذه القاعدة الدستورية والقوانين الانتخابية، يقايضانها بتشكيل الحكومة. نقدم لكم قاعدة دستورية وقوانين انتخابية لإجراء الانتخابات في نهاية هذا العام، ولكن قبلها لابد من تشكيل حكومة جديدة ولابد من تغيير المناصب السيادية، هو هذا الهدف الرئيسي. ثم بعد ذلك تجرى الانتخابات أو لا تجرى، بل الأفضل ألا تجرى الانتخابات، وربما يكون مقتل هذه الانتخابات في هذه القوانين وهذه القاعدة التي يضعانها، وبالتالي يتحقق لهما ما يريدانه. ما أريد أن أقوله باختصار، هذا الكلام بات مكررا ومملا حتى بالنسبة للمشاهدين وللمستمعين، الطريق إلى الانتخابات، إلى التغيير السياسي عبر بوابة مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة مسدودة تماما. للأسف شخصية باتيلي يبدو أنها ضعيفة ولا تريد أن تلعب الدور المناط بها كبعثة أممية، تلتزم بتنفيذ ما هددت به أو ما وعدت به، وهو البحث عن بدائل أو عن خيارات بديلة. في اعتقادي أن المدة الممنوحة لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة للتوافق توشك على النهاية، وقد نرى تحولا خلال الأسابيع القليلة المقبلة في موقف البعثة الأممية في البحث عن خيار بديل. طيب سيد ترجمان، يعني المجلس الرئاسي لم يقم بمهامه ولم يجري الانتخابات ولا أنهى المصالحة الوطنية بطريقة رسمية وواضحة، هذا ما قاله عقيلة. كيف يمكن هنا للرئاسة إقامة الانتخابات بحد ذاتها دون قاعدة دستورية متوافق عليها في البلاد؟ أولا بالنسبة للمجلس الرئاسي، أنا أعتقد أن يعني أخرج من المشهد مبكرا منذ الهجوم على كورنتيا وتهريب السيد محمد المنفي، وبالتالي أصبح رهينة لمقر إقامته ولا فاعلية له. سلبت منه حق تمثيل ليبيا في الخارج، وأصبحت أما نجلاء المنقوش أو دبيبة، سلب منه كل اختصاصاته بما فيها أنه مجتمعين القائد العام للقوات المسلحة، وسحب منه كذلك مسألة المصالحة الوطنية، لأنه لم يأتي بأي رؤية يمكن أن يستند عليها باستثناء محاولته الاستفادة من الرؤية التي وضعت في جامعة بنغازي من قبل متخصصين في مركز دراسات في تابع لجامعة بنغازي، وحاول أن ينشط هذا الجانب في عقد بعض اللقاءات وبعض المؤتمرات التي لم تؤتي أي نتيجة. بالتالي أنا أعتقد أن المجلس الرئاسي خارج اللعبة تماما. طيب لنفترض أن المجلس الرئاسي يملك كل الصلاحيات التي أنت أشرت إليها، هل بإمكانه إقامة الانتخابات دون قاعدة دستورية؟
بدون القاعدة الدستورية؟ قبل ذلك هل يملك على الأرض ما يمكن أن يجعل أو أن يؤمن هذه الانتخابات؟ هذا هو السؤال، ليس القاعدة الدستورية. القاعدة الدستورية نتحدث منذ سنوات طويلة أن الإعلان الدستوري الذي أنشأناه في المجلس الانتقالي صالح أن يأتي أن يذهب بنا إلى الانتخابات، لو صدقت النوايا، لو صدق الجميع في أنهم ذاهبون إلى الانتخابات يمكن من خلاله التعديل والذهاب لانتخابات برلمانية ورئاسية، ولكن هذا الأمر بعيدين عنا. والاختراع مسألة التفاهم والتوافق في قاعدة دستورية، ويذهبون إلى إعادة إنتاج مسودة الدستور التي الخلافة عليها أكثر من التوافق داخل كل القوى الوطنية وكل الخبرات وكل القانونيين في البلاد. وبالتالي هذه يعني ليست عصاف الدواليب بل عصي في دولاب واحد، وبالتالي لا يمكن بأي حال من الأحوال الركون لمسألة الخلاف عن القاعدة الدستورية وكيف توضع القاعدة الدستورية والاتفاق والتوافق. هذا كلام ممج لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون هو لب الحقيقة. لب الحقيقة أن ليست هناك رغبة للذهاب لانتخابات برلمانية ورئاسية، وتوضع هذه الأسباب فقط للاستهلاك. فنأخذ مثلا حكومة دبيبة التي هي الأخرى مشاركة بشكل كبير في إفساد الذهاب للانتخابات، لأنها لم تقم بالاستحقاقات التي كان يجب أن تقوم بها والتي جاءت من أجل العمل عليها، وهي تأمين الانتخابات والدعم اللوجستي للمفوضية العليا والالتزام بالتعهدات التي جاءت بناء عليها. كل ذلك ذهب أدراج الرياح، ويبدو أن الكراسي تجعل من هؤلاء إمكانيات كبيرة في التغول وفي البقاء فوق هذا الكرسي أو على هذا المنصب، ومحاولة فعل أي شيء أي فعل يمكنه أن يبقيه. ولعل أهمها أو أكثرها إشكالية تسليم مواطن ليبي خرج من السجن في القضية 360 أمن الدولة الليبية لأسباب صحية، تسليمه إلى الولايات المتحدة لاستجداد تصريح بأن حكومة دبيبة باقية، أو هذه المهزلة التي تمت اليومين الماضيين في هذا المؤتمر التشاوري الذي عقد تشاوريا والذي قاطعته 12 دولة عربية وتمثيل باهت من 7 دول، أما قائم بأعمال أو بسفير أو بنائب مندوب في جامعة الدول العربية. كل ذلك استجداد البقاء وليس من أجل إيجاد مخرج للشعب الليبي الذي يعاني منذ انتصار ثورة فبراير منذ 2011 حتى الآن لم يستطع أن يصل لأرضية صلبة يبدأ بناء عليها بناء الدولة التي يحلم بها الليبيون، والذي انتكست منذ عام 1973 من خطاب زوارة. وهذا الانتكاس الذي حدث للشعب الليبي لا زال يعاني حتى الآن، ولا أدري إلى متى، بفعل التسيب وبفعل عدم قدرة من تسيد المشهد السياسي في البلاد من بعد تسليم السلطة من المجلس الانتقالي للمؤتمر الوطني إلى الآن، ونحن ندور في هذه الدوائر المغلقة لم نستطع الخروج ولم نستطع الذهاب لتحقيق حلم الليبيين في إنشاء دولة مدنية ديمقراطية، دولة يتم التبادل فيها سلميا على السلطة، دولة نستطيع العيش فيها في أمن وأمان. وبالتالي الحديث عن قاعدة دستورية هو فقط استهلاك الوقت لمزيد من التشظي، وذلك بمساعدة للأسف بمساعدة دول كثيرة سواء كانت دول الطوق أو الدول الأوروبية أو الولايات المتحدة، كلها تساهم في هذا الهرج والمرج الذي نعيشه منذ سنوات ولم نخرج منه. قبل جنيف وقبل برلين وقبل غيره كان يمكن أن نذهب إلى انتخابات حقيقية ونذهب إلى حلول منذ المؤتمر الوطني العام بعد المجلس الانتقالي، ولكن كل ذلك لم يجدي نفعا. ولا أعتقد أن الأمور بهذا الشكل سنظل نتحدث في هذه القنوات ردعا من الزمن دون أن نوجد نحن حلول حقيقية أو نطرح حلول يمكن أن يعتمد عليها الليبيون
فقط لننتقد سواء المجلس الانتقالي أو المجلس الاستشاري، حكومة دبيبة، حكومة فشاغة، حكومة جديدة يحلمون بها، ولكن ما هي الحلول؟ ماذا علينا؟ نحن علينا أن نقدم حلول حقيقية ناجحة. طيب، يمكن أن يقتنع بها الليبيون. طيب، يمكن أن نقنع الليبيين بأننا نتحدث سيد بهذه الحرقة وقادرين. تفضل سيد عرب، تفضل. طيب سيد فؤاد، يعني إعلان المفوضية القوة القاهرة والتي تعذر معها الانتخابات، يرعى جيلة أن المفوضية وإلى الآن لم تبين ما هي هذه القوة القاهرة. برأيك هل يفهم من هذا التصريح أن عجيلة يتهم المفوضية بوضع عوائق، أو ماذا برأيك؟ ما الذي يمكن أن يفهم؟ أنا لا أريد يعني العودة للكلام المكرر اللي قلناه في 2021. أعتقد أنه وضحنا الصورة في ذلك الوقت يعني بكل التفاصيل، وقلنا أكثر من مرة أن هذه القوانين لن تصل بنا إلى انتخابات، وأن محاولة وضع انتخابات رئاسية أو نظام رئاسي في دولة منقسمة هذا يعني أنهم لا يريدون الانتخابات. وقلنا أن ترشح الدبيبة هو اللي وقف الانتخابات لأن الطرف الآخر كان يعتقد أنه يمكن يفوز بهذه الانتخابات. ترشح الدبيبة في ذلك الوقت وكان له شعبية كبيرة في ذلك الوقت، نتكلم في 2021، هو اللي خلى عقيلة صالح يلغي تماما فكرة الانتخابات. فالعودة إلى هذا الكلام أعتقد أنه هو ما فيش منها فائدة، والكل الآن يعلم أن الطبقة السياسية الموجودة الآن في الحكم لا تريد الوصول إلى انتخابات لسبب بسيط جدا، وهي أنها لا تريد تخرج من المشهد. لذلك خلينا نتكلم عن المستقبل، شو قاعد يصير الآن قبل كل شيء في العالم. لازم الليبيين يعرفوا قاعد شو يصير، لأن محاولات عقيلة صالح في الحقيقة وخالد المشري الوصول إلى مجلس رئاسي جديد وحكومة، لأن كان الهدف هو مجلس رئاسي جديد بقيادة عقيلة صالح، وكان عقيلة صالح يحاول يقنع خالد المشري أنه يكون عضو معاه في المجلس الرئاسي على المنطقة الغربية، بينما خالد المشري كان يعني يأمل في أنه يكون رئيس الحكومة الجديدة. رغم وهذا في الحقيقة بعد تصريحات الأمريكان الأخيرة وبعد زيارة رئيس المخابرات الأمريكية للمنطقة، أصبح من الواضح أنه لم تكون هناك حكومة جديدة في المستقبل المنطوق، يعني الولايات المتحدة لا تريد حكومة جديدة الآن. لذلك الأطراف هذه اللي تحاول تتكلم على الحكومة يعني يعرفوا غالبيتهم أنهم لن يستطيعوا أنهم يكونوا حكومة. الشيء الآخر هو موضوع الانتخابات. من الواضح جدا الآن أن كل الدول المؤثرة في المشهد الليبي، أنا لا أريد للأسف أتكلم عن الدول المؤثرة ولا أتكلم عن الشارع، لأن الشارع في الحقيقة هناك سلبية كبيرة، لو كان فيه أي نشاط حقيقي في الشارع لكنا وصلنا إلى هذه الانتخابات. ولكن خلينا نقول وش قاعد يصير الآن. بديلي اقتنع تماما بأنه لا يمكن الوصول إلى أي انتخابات أو إلى قاعدة دستورية أو قانون انتخابي عبر طريق مجلس الدولة والبرلمان. هناك يوم 13 فبراير القادم إن شاء الله هيكون فيه فتيلي سيكون هيتوجه لواشنطن يوم 10 فبراير. يوم 13 فبراير سيكون هناك اجتماع لمجموعة 3+2+2 اللي هي تضم كل الدول اللي عندها علاقة بالشأن الليبي، نتكلم عن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، ألمانيا وإيطاليا وتركيا ومصر، وسيجتمعوا مع باتيلي يوم 13 فبراير. بالنسبة لباتيلي، باتيلي حدد الأهداف متاعه، أهدافه واضحة الآن. طيب، ولكن قبل أن نصل إلى موضوع باتيلي، موضوع المفوضية واتهام عقيلة، هل المفوضية بالفعل عرقلت الانتخابات في هذه المسألة؟ أنا أجبتك يا آزم، العرق الانتخابات هو عقيلة صالح. عقيلة صالح من حيث محط القانون الانتخابي متاعه لا يريد الانتخابات. المشكل مش في المفوضية، المفوضية قامت بكل ما عليها، لكن ما فيش قانون انتخابي متفق عليه. فلذلك الكلام عن هذا هو كلام يعني مكرر ما فيش منه فائدة. هذا عشان قاعد نمشي للخطوات القادمة، نبي نوضح شو قاعد يصير، لأنه بديلي حط الأهداف متاعه زي ما قلت لك، إنه المفروض أن هناك قانون انتخابي وقاعدة دستورية في حدود شهر 4 أو 5 القادمين، ثم ستجرى انتخابات قبل نهاية السنة، والطريق من الواضح جدا انه سيكون عبر حوار سياسي جديد. باتيلي طلب من الدول المتدخله في الشان الليبي مقترحات مكتوبه، اعتقد ان معظمها قدم هذه المقترحات، كيف يمكن الوصول الى انتخابات رئاسيه وبرلمانيه في المده القادمه. السلطه التنفيذيه او الاداره التنفيذيه لهذه الانتخابات ستكون اخر نقطه.
بينما كل الخطوات الجاية إن شاء الله ستكون عبر حوار سياسي جديد، هو من يقر القوانين وهو من يمشي بنا لهذه الانتخابات. تجاوز مجلسي الدولة والبرلمان أصبح حتمي، وهذا الكلام اللي قاله عقيلة صالح. يعني عقيلة صالح في الجلسة الانتخابية الأخيرة، في الجلسة مجلس النواب آسف الأخيرة، هذا ما قاله للنواب، وهذا ما قاله خالد المشري أيضا لأعضاء مجلس الدولة عندما حاول أن يقنعهم للعودة للتفاوض مع مجلس النواب. قال لهم يعني يا إما إحنا نديروا حاجة يا إما سيتجاوزنا المجتمع الدولي. المشكلة بالنسبة لنا إحنا أو بالنسبة للمنطقة أو بالنسبة للتيار اللي المفروض يمثل المؤتمر الوطني، هو أن هذا مجلس الدولة هو هذا الاتجاه في الحقيقة الكارثي اللي يمشي به خالد المشري ومن معه. يعني أعتقد إحنا نصحنا، قدمنا النصح أكثر من مرة لخالد المشري وقلنا إن هذا الطريق طريق مسدود، وأن تقديم التنازلات في الحقيقة لن يصل بنا إلى أي حل. للأسف الشديد لم يستمع مجلس الدولة ورئيس مجلس الدولة لهذه النصائح، وذهب إلى عقيلة صالح، والعقيلة صالح في الحقيقة استمعنا لخطابه الأخير يعني عندما تحدث عن مجلس الدولة باستهزاء غير عادي وبطريقة غير عادية، وتجاوز كل الاتفاقيات اللي معه، وهذه طريقة عقيلة صالح وهي طريقة سياسية مقبولة. يعني نشوف اللي يدير فيه عقيلة صالح، هو صحيح المشكلة في اللي يدير فيه الطرف الآخر الذي لا يريد أن يفهم هو وين ولا شين قاعد يدير وما حجم التنازلات اللي يقدمها. وعلى سبيل المثال يعني نحاول نوضح، يعتقد مثلا الآن مجلس الدولة أنه لم يقدم أي تنازلات في الوثيقة الأخيرة هدية، وهي مضحكة في الحقيقة، بعدين ممكن نخش في بعض التفاصيل. قدم فيها تنازلات كثيرة، الآن الحادية يدور حول إن إحنا حنبدو من الوثيقة اللي اتفقوا عليها وما لم يتفقوا عليها، لم يوافقوا عليها ولا ما قدموه من تنازلات في هذه الوثيقة، الطرف الآخر سيبدأ منها. يعني وكأنه هيتم اعتبار كل ما مكتوب في هذه الوثيقة هو تم الاتفاق عليه، والتنازلات تم تقديمها بدون أي ثمن، بدون أي تنازلات من الطرف الآخر، وسنبدأ في مفاوضات جديدة بناء على هذه الوثيقة، يعني تنازلات جديدة. للأسف الشديد عندما نصحنا هؤلاء الناس، طبعا السيد خالد المشري مستواه السياسي ومستواه الفكري لا يؤهله لفهم خطورة ما يحدث، وهذا ما شاهدناه في طيلة الأربع سنوات الماضية. كل مرة يخش في مفاوضات مع عقيلة صالح والنهاية تكون بهذا الاستهزاء بهذه الطريقة من عقيلة صالح فيه، ورغم ذلك ما زال يواصل. تكررت أكثر من مرة ما أشرت إليه. نعم بهذه الخطوات. طيب بما أنك سيد فؤاد ذكرت الدول الكبرى الفاعلة في الأزمة الليبية، دعني أتجه لسيد الكبير بهذا السؤال. رئيس يعني مجلس النواب تحدث أن ثمة مؤامرات خارجية تريد تعطيل الحل وإطالة عمر الأزمة الليبية، برأيك هل من مؤامرات واضحة خارجية هنا يمكن فهمها من خلال حديث عقيلة؟ هل ثمة شيء واضح في هذا في هذه الإشارة؟ أهلا، الحقيقة ليست هناك مؤامرات. إذا كانت هناك مؤامرة فهو عقيلة صالح يتآمر على الشعب الليبي، هو وخالد المشري، لتعطيل التغيير السياسي ولكي يستمر في السلطة. لكن الدول، كل الدول ترعى في مصالحها وتسهر على مصالحها وتسعى من أجل مصالحها، والدول المنخرطة في ليبيا لديها مصالح ولديها مخاوف وتريد أن تسير وتوجه الأمور في ليبيا نحو مصالحها بالأساليب السياسية وبالأساليب الأخرى وبالدبلوماسية وبالضغط وبالابتزاز وبكل الوسائل المتاحة، نظرا لأن ليبيا الآن مليئة بالثقوب وبالثغرات وبنقاط الضعف. هذا ممكن يسميه البعض مؤامرة، لكنه في الحقيقة طبيعي جدا في السياسة، كل واحد يعمل من أجل مصلحته. بالنسبة لسؤالك للضيفين الكريمين حول القوة القاهرة، يعني لابد نجاوب بوضوح. القوة القاهرة بالنسبة لي، القوة القاهرة التي عطلت الانتخابات هي قوانين عقيلة صالح. هذه القوانين فصلت وصممت لكي لا تجرى الانتخابات، وهذا ما قاله رئيس المفوضية في إحاطته أمام البرلمان، هذا احتمال وهذا ما أنا مقتنع به. القوة القاهرة، وهذه لا نملك عليها دليل، أو الاحتمال الآخر أنه بعد ترشح سيف القذافي الأمريكا وبريطانيا
رفضتا إجراء الانتخابات ما دام هناك احتمال أن يفوز فيها، وهناك فيتو على موضوع سيف القذافي لديه ربما مشاكل مع الدول الغربية. هذا أيضا قد يكون الاحتمال الآخر لموضوع القوة القاهرة. لكن الآن هناك ملاحظة أخرى إلى جانب الملاحظة السابقة، أن نائب رئيس المجلس الأعلى للدولة صرح بأنهم قد يصلا إلى توافق، ربما استباقا لأي محاولة من القوى الدولية والمبعوث الأممي لانتهاج طريق آخر بعيدا عن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة. الملاحظة الأخرى هو الارتباك في خطاب عقيلة صالح الأخير، واضح أن هناك ارتباك. يعني في البداية يقول في مؤتمر صحفي مع المشري اتفقا على كل شيء، ما زال فقط الترشح العسكريين والمزدوجي الجنسية، وهذه ربما تحال إلى الاستفتاء حسب ما صرح المشري ولم يعترض عقيلة. بعد ذلك اتضح أن أو حسب ما قال عقيلة أن التوافق مع مجلس الدولة هو توافق لفظي، في الواقع لا يوجد أي شيء، وقد نلجأ إلى الإعلان الدستوري لتعديله، التعديل 13 لإجراء الانتخابات. وبعد ذلك بعد لقائه مع القنصل أو القائم بالأعمال الأمريكي لابد قبل نهاية الثلاثة نديروا حل، قاعدة دستورية، انتخابات، استفتاء على الدستور، تشكيل حكومة جديدة. إذن هو خطاب مرتبك من عقيلة صالح بسبب هذه الضغوطات الدولية التي يتعرض لها، وبأن الأمر بات جديا أن هناك طريق آخر ستنتهجه القوى الكبرى. ومع ذلك ما زال لديه أمل في المماطلة وفي محاولة تمديد هذه المرحلة الانتقالية. نعم. طيب سيد ترجمان، يعني الذهاب إلى تشكيل حكومة مصغرة تنتهي ولايتها بإجراء الانتخابات في سبتمبر القادم بحسب عقيلة هنا، هل تبدو الظروف السياسية الراهنة مهيئة للذهاب لمثل هذا الخيار؟ هل هذا الخيار من أساسه واقعي؟ عفوا. على كل حال لربما السيد المستشار عقيلة صالح وضع هذه المسألة كي ينتهي هذا الخلاف ما بين حكومة سحبت منها الثقة وحكومة أخرى أعطيت الثقة، حكومة لا زالت تتمسك بمكانها وبأدواتها وبوجودها في طرابلس، وحكومة أخرى حاولت الدخول لطرابلس العديد من المرات وآخرها تم إقصائها بالطيران المسير وخرجت من طرابلس متواجدة في سرت. لربما هذا يكون حل آخر يطرح، ولكن السؤال الحقيقي هل سيتذهب بنا حكومة بيبة أو حكومة بشاغة أو حكومة جديدة مصغرة لانتخابات؟ هل تتمكن أي من هذه الصور الثلاثة الموجودة أمامنا أن تنجز لنا ما نريده؟ لا أعتقد ذلك، لأن ما نريده لن ينجز بهذه الكيفية، لن ينجز بوجود يعني هذه الشخوص في المشهد السياسي. هذا المشهد السياسي مربك، وهذا المشهد السياسي طال عليه الزمن ولم يؤتي أي ثمار، حتى الثمار التي قد تكون غير ناضجة لم نراها. وبالتالي الحديث دائما بأن ربما نجد حل في طرح جديد، في طرح رؤية جديدة، في طرح شكل جديد من أشكال التفاهمات. مررنا بكل شيء من أبو ظبي إلى باريس إلى باليرمو إلى برلين 1 و2، الصخيرات، بوزنيقة، كل ذلك، جنيف، تونس، لم نستطع أن نصل لشيء. كل هذه الدول المتداخلة في الشأن الليبي والتي تدعم الذهاب لحلول حقيقية وحلول تذهب بنا إلى انتخابات، والجميع يرى بأن الحل في ليبيا حل سياسي، حل توافقي. توافقي بين من ومن؟ من ومن الذين يتوافقون؟ دعنا من هذه التركيبة وهذه الوجوه المتواجدة على الساحة السياسية، ولكن لنجد أصحاب المصلحة الحقيقية، وهو سواد الشعب الليبي، الليبيين الذين قدموا دماءهم وأنفسهم من بدءا من ليلة 15 فبراير في مدينة بنغازي هنا، وانطلقوا حتى تمت
ثورة في كل أرجاء البلاد. هؤلاء الناس الذين أصبحوا الآن على الهامش، لم يعدوا حتى متفرجين، أصبحوا يبحثون عن لقمة الخبز. ألا يكفي أن لدينا عائلات تبحث في القمامة عن ما يسد رمقها ورمق أبنائها، ونحن نتحدث عن قضايا يعني خلافية وكيف نستطيع وبمن نستعين والولايات المتحدة ورئيس المخابراتها والقائم بأعمالها وغيره والإنجليز من جانب، وهذا يعني مدعاة للرثاء لدى المواطن الليبي البسيط صاحب المصلحة الحقيقية في دولة مدنية مستقرة في أمن وأمان، نعم، في توزيع عادل لهذه الثروات، في فتح أبواب الرزق للجميع، في حلول حقيقية، حلول ناجعة، حلول للمشاكل الاقتصادية، لمشاكل البنية التحتية، للمشاكل الإسكانية، للحياة، للشباب الذي يصطفط وبير على المصارف من خلال وسائط التعيين، في ارتفاع هذا الكم الهائل من المليارات كرواتب للليبيين، فعلها القذافي كي يجعل الليبيين كلهم يقتاتون من شباك واحد وهو الخزانة العامة، وضرب كل طموحات الليبيين في ذلك الوقت. ولا زلنا الآن نصر على استخدام أساليب القذافي الذي انتهى وانتهت أحلامه بنفس الوسيلة على نفس الوتيرة. ما الذي فعلناه بأنفسنا وبالشعب الليبي؟ طيب، هل خرجنا ليلة 15 فبراير ونحى بالمناسبة فبراير واحتفالات فبراير على الأبواب قادمة كي تذكرنا بما فعلناه منذ 12 عاما، ونصل إلى هذا يعني هذا المخترق الذي لم نجد له حلول؟ نحن نخرج على الشاشات ونتحدث كي نضع حلول، كي نبحث عن حلول، ليس لمجرد أن نشكك في دبيبة وفي ماضيه المالي وفساده المالي بين شركات والآن أو في عقيلة صالح أو في المشري أو في غيره. المسألة في أن هل نستطيع أن نضع حلول، هل نتمكن أن نقنع الليبيين بأن الحلول الحقيقية تنبع منهم، تنبع من عودة جديدة، لأن يثوروا ويرفضوا كل الأجسام الموجودة، في أن يعيدوا تصحيح المسار، هذا المسار الذي سرق منا بأشكال عديدة وفي مناطق عديدة. طيب، هذا ما يأمله الجميع سيد الترجمان. دعني إذن أتجه لي السيد فؤاد هنا. نعم سيدي. إعلان عقيلة صالح سيد فؤاد في جلسة البرلمان الماضية عدم اتفاقه مع المشري ومن ثم رفعه لسقف المطالب، ما تأثير ذلك على عملية التوافق وفرص خروج البلاد من هذه الأزمة، أزمة الانقسام والهدف الذهبي إقامة الانتخابات؟ شوف، هو سياسات عقيلة صالح كانت دائما هيك، يعني يجلس للتفاوض، يتم التفاوض، وعندما يقترب الطرفين من الوصول إلى حل، طبعا عادة عقيلة صالح لا يقدم أي تنازلات، ولو لاحظوا دائما أنه لا يقدم أبدا أي تنازلات، دائما يطلب من الطرف الآخر في التنازلات. الطرف الآخر في غباء شديد حقيقة، أو بل أقول حماقة، يعتقد أن التنازلات تصل بنا إلى حل، عندما يقدم الطرف الآخر كل التنازلات الممكنة، عندها يقف عقيلة صالح يقول إحنا ما تفهمناش شيء ونعاوده من أول وجديد، ويبدأ من آخر نقطة وصلها المرة اللي فاتت ويطلب المزيد من التنازلات. هذا ما يحدث منذ حوالي 3 أو 4 سنوات ويمشي في هذا الطريق. قلنا أكثر من مرة أن التفاوض مع عقيلة صالح في هذه الطريقة هو خطأ. يعني في الأصل على سبيل المثال، يعني الذهاب إلى مصر اللي هي دولة غير محايدة والتفاوض هناك، هذا كان خطأ يعني جسيم من مجلس الدولة. يعني مكان التفاوض هو جزء أصيل من التفاوض. للأسف الشديد هؤلاء ذهبوا للتفاوض في مصر تحت رعاية المخابرات المصرية اللي هي معروف موقفها الواضح جدا من الأزمة الليبية وأنها عندها موقف، وقست على هذا يعني في كل الخطوات التفاوضية. لكن الهدف الأساسي كما قلنا، وأعتقد نحن كل الضيوف متفقين على هذا، ولذلك نحن قاعدين نكرر في شيء واحد، وهو أن
الطرفين لا يريدون الوصول إلى حل، لا يريدون الوصول إلى انتخابات. هذه الانتخابات تعني خروجهم من المشهد، يعني الرواتب العالية اللي يأخذ فيها خلاص، يعني تأثيرهم على الدولة خلاص، الميزات اللي يتمتعوا بها حتنتهي، لذلك هم لن يتركوا هذا الأمر بهذه السهولة. وهذا ينطبق مش على عقيلة صالح بس، على معظم الطبقة السياسية الموجودة، سواء في المجلس الرئاسي، سواء في الحكومة، سواء في مجلس الدولة أو في مجلس النواب. فكرة التداول السلمي على السلطة مرفوضة تماما من هؤلاء، لذلك ما يقوم به عقيلة صالح يعجب الأطراف الأخرى. يعني صحيح هناك خلافات بين خالد المشري ومجلس الدولة وعقيلة صالح مثلا، أو بين الدبيبة وعقيلة صالح، ولكن في النهاية كله اللي يدير فيها عقيلة صالح يعجب الجميع، لأنه يعطل هذه الانتخابات. الكلام زي ما قلت الآن، هناك حوار سياسي جديد للأسف شديد. كل هذا العبث اللي يديروا فيه المجموعة الطبقة السياسية هذه، السبب الرئيسي بتاعه هو السلبية الكبيرة جدا للشارع. الشارع عمل تعب، لا ألومه حقيقة كثيرا، الكل يعرف الظروف المعيشية اللي أوصلتنا إليه هذه الطبقة السياسية. الأمال الكثيرة اللي صارت بعد ثورة فبراير، معظم الناس أعتقد أنها فقدت الأمل، حتى لا أعتقد، لا أدري ما سيحدث في ثورة فبراير الجديدة، ولكن اللي هي بعد أقل من شهر. ولكن الحقيقة نحن بعد 12 سنة من ثورة فبراير ما زلنا نعيش في الجماهيرية. قوانين نعم. معمر القذافي لم تلغى، نظام معمر القذافي لم تلغى إلى الآن. قانون رقم 4 على سبيل المثال، قانون سقط البيوت، ما زال مفعلا، والسلطات الليبية تطرد أصحاب الأملاك المقدسة لتسليم الممتلكات لأصحابها اللي واخدينها بقانون رقم 4 بعد 12 سنة من الثورة. فحقيقة يعني الفشل الكبير لثورة فبراير في التغيير، أحد أهم أسبابها هي هذه الطبقة السياسية الموجودة الآن التي لا تريد أن تخرج من المشهد. للأسف الشديد نحن لم نستطع إخراجها. الآن من الواضح أن هناك حراك دولي، صحيح هناك بعض المعارضة من بعض الدول، ولكن هناك حراك دولي كما قلت كبير جدا للوصول بنا إلى انتخابات. لا أدري ما ستكون نتيجة الانتخابات، هل ستكون انتخابات برلمانية أو رئاسية؟ طيب، على ضوء ذلك سيد فؤاد، دعني أسأل هنا سيد الكبير. عقيلة صالح أكد أن الاختلاف الجوهري بين مجلسي النواب والدولة هو ترشح مزدوج الجنسية، واقترح أن يسمح لهم بالترشح، وفي حال فوزهم يتم إمهالهم شهرا للتنازل عن الجنسية الأجنبية قبل أن يؤدوا اليمين أو يتولوا مناصبهم. كيف تقيم هذه النقطة؟ قبل ذلك أستاذ أزم، لدي ملاحظة بسيطة حول تحميل المجلس الرئاسي أو حكومة الدبيبة أو حتى حكومة بشاغة المسؤولية عن فشل الانتخابات أو عدم إجراء الانتخابات. هذا طبعا اتهام باطل، لأن حتى لو سلمنا بأن حكومة الدبيبة تريد أن تستمر ولا تريد أن تتنحى عن السلطة ومبتهجة بتعطل الانتخابات، كذلك الأمر بالنسبة للمجلس الرئاسي، لكن لا يمكن تحميلهم المسؤولية في فشل الانتخابات أو في تعطيلها، لأن الأساس للانتخابات هي القاعدة الدستورية والقوانين الانتخابية، وهذه ليست مهمة المجلس الرئاسي أو حكومة الوحدة الوطنية أو الحكومة الموازية، هذه بالضبط مهمة السلطة التشريعية. يعني زي لما تقول لي لجنة امتحانات وتتهم المراقب بعدم السماح للطلبة بإجراء الامتحان، بينما الطلبة لم يستلموا الأسئلة، والأسئلة موجودة عند عقيلة صالح وعند خالد المشري، لا يريدون أن يقدموا الأسئلة، كيف تبيهم يجاوبوا؟ وكيف تقدر تتهم المراقب أو الملاحظ في اللجنة أنه هو اللي عطل الامتحان، وأنت معطي الأسئلة اللي الكنترول اللي المفروض يسلم الأسئلة ما سلمهاش؟ فبالتالي اتهام عقيلة للمجلس الرئاسي بأنه فشل في إجراء الانتخابات اتهام باطل. اتهام الترجمان الآن للحكومة أو للحكومتين بأنهم عطلوا الانتخابات اتهام باطل وهروب من الحقيقة. تعطيل الانتخابات هو بسبب السلطة التشريعية. بالنسبة لحديث عقيلة صالح عن هذا، طبعا هذا أيضا ربما هي كلمة حق يراد بها باطل، يعني نسمح لمزدوجي الجنسية بالترشح وبعد ذلك نعطيهم مهلة شهر. طيب إذا كانت بعض الدول لإسقاط الجنسية
يحتاج الأمر إلى سنة أو إلى ستة أشهر. الرجوع هنا نحطوا كراع على كراع ونتكوا حجر الجوز لين يسقط عليها الجنسية باش يبدأ في ممارسة مهامها، هذا كله عبث. بعدين يعني مزدوج الجنسية إذا ما ترشحش للانتخابات وعبد سوى أموره بشوية عليه وراجل الانتخابات الجاية، شو بيصير له؟ شو المشكلة يعني لو كانوا انتظر؟ والله يراجعوا 7 مليون ليبي لغاية ما حفتر يسوي وضعه ويترشح للانتخابات، هذا كله عبث وكله باطل. وبالتالي عقيلة صالح مستمر في نفس النهج، تعطيل الانتخابات وتمديد المرحلة الانتقالية. ربما هو الآن ينحني قليلا لأن هناك عاصفة أمريكية مصرة على إجراء الانتخابات، وأعتقد أن لديه من الدهاء حتى يجد أساليب جديدة للعرقلة، وربما ينتظر أن يحدث تطور طارئ في الأوضاع الدولية يجعل أمريكا وحلفائها الغربيين يلتفتون لهذا الوضع الطارئ. أوكرانيا على سبيل المثال قد يحدث فيها أي شيء طارئ يجعل أمريكا تنشغل بها وتهمل الملف الليبي قليلا، لكن في النهاية لا نية لهم في إجراء الانتخابات. الأمل الوحيد طبعا الحقيقة أمل ضعيف أن يتحرك الشعب الليبي وأن ينتفض وأن يسقط كل هؤلاء ويلقي بهم في صناديق القمامة، هذا أمل ضعيف. الأمل في أن يستمر هذا النهج الغربي لمصلحتهم طبعا وليس لمصلحة الشعب الليبي في الإصرار على إجراء الانتخابات والبحث عن طريق بديل خلال منتصف فبراير، كما تفضل الدكتور محمد باللقاء الذي سيجمع المبعوثين الدوليين الخاصين بالأزمة. نعم. طيب سيد الترجمان، وبشكل نوع من العجالة لو سمحت، خلال المعطيات السياسية الراهنة بين مجلسي النواب والأعلى للدولة، هل ترى أن ثمة ملامح انفراج سياسي قريب، أو أن الوضع يعني تراه ذاهب للتفاقم؟ أنا أرى أن يمكن تجاوز ذلك باستعمال مجلس النواب لصلاحياته كسلطة تشريعية كما قال المستشار عقيلة صالح، أن يصدر تشريعات ويضع الأمور أمام الآخرين على أرض الواقع. يكفي أن التشريعات الأولى التي صدرت بشأن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وافق عليها المجلس الاستشاري، ثم بعد صراع داخلي حدث في طرابلس انقلب عليها وسيطرت الميليشيات على مراكز الانتخابات وتسولت على بطاقات انتخابية ونصبت داخل المفوضية العليا خيمة. هل هذا لم يحدث؟ ألم يرشح نفسه دبيبة للانتخابات؟ كان أحد أهم المسؤولين عن فشل الانتخابات 24/12/2021، وما الذي فعله المجتمع الدولي الذي يقول بأن أمريكا الآن تريد أن تتدخل في الملف الليبي أو يعنيها الملف الليبي على الإطلاق؟ هذا الأمر أنا أعتقد سياسيا لا يعنيها أن تنتج ليبيا سلطات شرعية، انتخابات برلمانية رئاسية. ما يعنيها هو 1,650,000 برميل من النفط ومن الغاز، كيف يمكن أن تظل نوعا من امدادات للشريان لأوروبا ولغيرها؟ أما غير ذلك فلا يعنيها كثيرا. الحديث على أن تدخل الآن الأمريكي لحل المشكلة الليبية هذا أعتقد أنه نوع من أكتفي معك بهذا القدر ونعتذر لضيق الوقت وعدم القدرة على فهم الأمور. نعم. وبالتالي سيد فؤاد، دعني أتجه سيد فؤاد إلى أي حد يمكن للبعثة الأممية سيد فؤاد أن تلعب دورا مهما في ظل دعوة باتيلي بالأمس الأطراف الدولية بما في ذلك دول الجوار إلى توحيد كلمتهم و الرفع من وتيرة دعمهم لليبيا للخروج من هذا المشهد؟ أعتقد أنني أجبت على سؤالك بالتفصيل يا سيد آزم. يعني قلت الخطوات اللي قاعد يدير فيها باتيلي، يعني قلت لك أنه يمشي الوسط يوم 10، طلب من كل الدول مقترحات مكتوبة وتم تسليم بعضها والبعض الآخر لا، وقلنا أنه في اجتماع يوم 13 فبراير ويوم 23 ويوم 16 فبراير ستكون هناك إحاطة لبتيلي أمام مجلس الأمن. من المتوقع، لا نستطيع أن نجزم، من المتوقع أنها سيتجاوز مجلسي الدولة والبرلمان، وأن يوم 23 فبراير ربما سيخرج ببيان واضح في هذا الأمر ويدعو إلى حوار سياسي جديد، وأن الأهداف بالنسبة لي واضحة، على الأقل هذه الخطوة وصل لها وهي
انه المفروض انه في قوانين انتخابيه حتكون في حدود شهر 4 او شهر 5 القادمين، والانتخابات ربما ستجرى في موعد اقصاه شهر سبتمبر، هذا اذا كنا متفائلين يعني. لا. اكيد حتكون هناك عرقله سواء من اطراف داخليه في ليبيا، سواء من بعض الدول الاقليميه، سواء حتى من بعض الدول الغربيه التي لا تريد اجراء الانتخابات او تريد اجراء الانتخابات كما تريد، ولكن هذه هي الخطوات المتوقعه الى الان، وهذه الاحداث اللي قلتها هي احداث يعني ليست مجرد تحليلات مني يعني، هذا ما سيحدث المده القادمه. نجاح فتيلي او عدم نجاحه في الحقيقه لا احد يستطيع ان يجزم بهذا، يعتمد كثيرا للاسف اقولها المره العاشره انه يعتمد على مواقف الدول وليس على مواقف الليبيين، بسبب بسيط جدا وهو السلبيه الكبيره في الشارع. الكثير من المتنفذين الدوليين في ليبيا يقول انه لو كان في حراك حقيقي في الشارع لكنا وصلنا الى الانتخابات، ولكن عدم وجود الحراك في الشارع وعدم الاتفاق على هذا الامر اصبح الان كل الاوراق للاسف الشديد في يد بديلي ويد الدول المتحكمه بالشأن الليبي. اقول هذا بكل أسف. طيب اذا بهذا اسال السيد الكبير عقيلة، يقول ان يد النواب ممدوده للتوافق لكنها متمسكه بالحقوق والثوابت ولا يقبلون أن يكونوا تحت رحمة مجلس الدولة أو غيره، هل يبشر هذا الموقف بانفراج قريب للأزمة أم أنه بالعكس يتجه إلى أن مجلس النواب سيستعمل كل صلاحياته للاستفراد بالمشهد؟ بالضبط هذا ما سيسعى إليه عقيلة صالح، أو هذه توطئة لما سيقوم به عقيلة صالح إزاء هذه الضغوطات التي يتعرض لها، أو إذا استشعر أن المجتمع الدولي بدأ ينفض يده من البرلمان ومن مجلس الدولة ويتجه إلى خيار آخر، كما صرح من قبل بأنهم قد يلجؤون إلى تغيير الإعلان الدستوري. إذن ربما هذه هي الورقة الأخيرة التي سيلعب بها، سينفض يده من المجلس الأعلى للدولة الذي قال أكثر من مرة مؤخرا أنه استشاري، طبعا عندما يحتاج إليه لابد من التوافق مع مجلس الدولة ويلتقي مع المجري ويعقد معه لقاءات صحفية ويقول توافقنا، وعندما لا يحتاج إليه ويريد أن يركله كما حصل في المرة الأخيرة يعتبره مجرد مجلس استشاري، وما حصل معه من توافق هو توافق نفطي فقط. إذن الخطوة المتوقعة من عقيلة إزاء التطورات الدولية تجاه الملف الليبي هو أن يلجأ إلى تعديل الإعلان الدستوري والذهاب منفردا بقوانين انتخابية تسمح لمزدوجي الجنسية والعسكريين، تسمح للجميع بأن يخوض غمار الانتخابات الليبية أمام كل مغامر وكل طامح وكل عميل واضح للمخابرات الأمريكية بأن يترشح لأعلى منصب في ليبيا. هذه هي الخطوة المتوقعة القادمة من عقيلة صالح. إذن وصلنا إلى ختام حوارية ليلى، نشكر ضيوفنا، كان معنا عبر الأقمار عبر سكايب من لندن الكاتب الصحفي عبد الله الكبير، ومن جنوى الناشط السياسي محمد فؤاد، وعبر الأقمار الإصطناعية بنغازي رئيس مجموعة العمل الوطني خالد ترجمان. شكرا لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.